اليوم نقول لوزير الداخلية لديك مسؤولية وأكثر من مسؤولية. مسؤوليتك أنك تجاوزت القانون في وضع صحافي تحت التنصت، ونحن سنقاضيك وسنطبق القانون وسنطالب بتحقيق في أي ظروف قمت بذلك، هل وفق القانون أو خارج إطار القانون. نحن سنقاضيك وسنحملك المسؤولية، لأن هناك من هو تابع لك بالنظر من موظفين يتقاضوا أجورهم من دافعية ضرائب ومن أموال مجموعة الوطنية. هؤلاء يدعون إلى الاغتصاب ويدعون إلى التعذيب، وهذه جرائم يعاقب عليها القانون في ظل صمت. نحن نحمل مسؤولية لوزير العدل لأنه رئيس النيابة العمومية، ومع ذلك لا يحرك ساكنا بينما يتحرك بسرعة فائقة كل ما الأمر تعلق بصحفي. نحن نوجه في الحقيقة رسالة إلى الحكم، لأنه إحنا لا مشكلة لنا مع وزير الداخلية شخصيا ولا مع أعوان الأمن، نحن لنا مشكلة مع توجه كامل، توجه ما زال لم يهضم بعد أنه صار الثورة في تونس، وأنه الصحافة يجب أن تكون حرة والصحفيون يجب أن يكونوا أحرار. وزارة الداخلية في عوض تدخل وتضبط أعوانها وتلزمهم باحترام القانون وتطبيق القانون في التعامل مع الصحفيين، صار العكس ويبدو أنها تواطأت معهم وكانت أعتقد هذه تصير. احنا من خلال مقاطعة أنشطة وزارة الداخلية قلنا أنه نزوها باش تاخذ موقف واضح وصريح توقف به الاعتداءات اللي قاعده تصير، هذه حاجه. الحاجه الثانيه ان القبائل الامنيه اللي اصبحت الان جزء كبير منها يمثل خطر، اصبحت قيادات الجهويه تعمل في دعوات الى التحرير ودعوات الى القتل ودعوات الى التعذيب في حق الصحفيين اللي احنا قاطعناهم، ثم المنتسبين هذوما رفعنا بهم قضايا حتى يكونوا عبرا للناس اللي تستعمل في الخطاب اللي من نوع هذا. الجبهه الشعبيه اليوم في نفس الخندق مع الإعلاميات والإعلاميين، في نفس الخندق مع النقابة الوطنية، لأننا نعتبر أن الاعتداء عليهم اعتداء علينا، الاعتداء على حرية الإعلام اعتداء علينا وعلى تونس وعلى شعبها كذلك. هذاك علاش هما غاضبين، احنا زادا غاضبين معاهم. معركتهم هي معركتنا، صحيح وأنهم هما في الصفوف الأمامية في المواجهات في الدفاع عن حرية الإعلام، ولكن أيضا في التعرض للاعتداءات هذه. ولكن نحن نعتبر أن المعركة معركتنا الكل، معركة تونس الكل ومعركة الشعب الكل. أنا مثلاً من وقت اللي صارت المشكلة بعد تصريح رئيس الجمهورية يجيني دي فيديو مذكورين بالاسم، معناتها أنا ذاكريني بالاسم وين نسكن، ومعنا مؤسسة نخدم وكل حاسين اللي هي مؤامرة، والفيديو اللي قاعدين يوصلوني معناتها تهديدات وكلام معناتها مش عادي في فيسبوك. هذا الحراك هو حراك أحرار تحت عنوان الحرية. من يرى في نفسه حرا ومعني بحماية حريته فليتفضل، ومن يرى في نفسه أنه غير معني بالدفاع عن حريته فهو حر في أن لا يكون حرا.